نطرح هذا العنوان: ما موقع الإنسان في عالم الوجود وإلى أين المسير؟ شنو الغاية؟ حتى تكتمل الصورة أكو عدة تساؤلات نمر عليها. التساؤل الأول: حتى تعرف هدفيتك من الوجود لازم نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذا العالم بأسره اللي أنا موجود فيه، عالم الأرواح، عالم المادة، لأن العوالم مو عالم واحد موجود، إحنا ما اطلعنا على بقية العوالم. أكو عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية، أكو عالم الملكوت وهو عالم الأرواح، أكو عالم اللاهوت وهو عالم تجلي صفات الله وأسمائه الحسنى، أكو عالم الناسوت، عالم المادة الذي نرزح نحن تحت قيوده. هذه عوالم كلها، ليش الله خلقها هذه؟ الفلاسفة يقولون هناك عندنا إجابتان، هنا إجابتان. الإجابة الأولى يقول الفلاسفة: ما كان اقتضاؤه ذاتي لا يعلل. إيش معنى هالكلام؟ قالوا الآن مثلا النار والمستجار بالله، النار اقتضاؤها الذاتي شنو؟ الحرارة. النار دائما حارة، فلأن اقتضاءها الذاتي الحرارة بعد ماكو مكان إلى واحد يجي يسأل يقول ليش اليوم النار حارة؟ هي كل يوم حارة، هي ذاتها حرارة تقتضي الحرارة. فأنت لو جيت تقول ليش النار حارة الناس بيضحكون عليك، صح لو لا؟ شو السؤال هذا؟ ماكو إليه مكان. على مستوى البشر أكو صنف من الناس معدنه ديدنه الكرم، كريم معروف عند الجميع، من خلقته كريم، لأن الحديث الشريف شي يقول؟ يقول الناس معادن كالذهب والفضة. أكو واحد معدنة تقول هذا الله مثل الذهب هذا ما يتغير، أكو واحد مثل الفضة، أكو واحد نحاس، وأكو واحد حديد ومصدي بعد، وأكو واحد تراب. البشر هكذا، فاللي ديدن الكرم ومعروف بالكرم ويا أهله ويا جيرانه ويا أصدقائه عايش وديدنه الكرم، مليء كرم من قرن إلى أخمص قدمي كرم، إذا أظهر الكرم يجي واحد يسأل يقول ليش هذا كريم فلان؟ ليش ما صار بخيل؟ لماذا هذا؟ يقول لك ليش تسأل، هذا كريم. إذا واحد شجاع وديدنه الشجاع وأظهر موقف شجاع بعد ما إلي مكان سؤالي هذا ليش فلان عنده شجاعة؟ يقولون لي الناس هذا شجاع ديدنه الشجاعة. فإذا طبقنا هذا المعنى على الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أيها الأحبة اقتضاؤه الذاتي الكرم والجود والعطاء يسبغ النعم على كل الناس، هو خالق مبدع، ماكو مكان إلى السؤال ليش الله عز وجل ينعم على المؤمن على الكافر على الفاسق على كل الناس، ينعم عليهم الله عز وجل، هو ديدنه الكرم والعطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله يعطي الكل، يبدع، ينشئ، ومبدع الوجود، فلا مكان للسؤال كما يقول الفلاسفة في هذا المكان. الإجابة الثانية قال الفلاسفة: الفاعل الناقص مستكمل بعمله، والفاعل الكامل غايته إظهار ذاته. خلينا نوضح، الفاعل الناقص اللي هو أنا وإنت، مثل ما أشرنا النقص من كلنا نقص، إحنا نحن عين الفقر. فإنت عندما تكون أمي تبحث عن الكمال في هذا النقص تروح تتعلم، صح لولا؟ تريد تكون متعلم تسد هذا النقص، تتزوج لتسد نقصا، ينجبون إليك أولاد لتسد نقصا، تعمل لتسد نقصا بعد. هذه النواقص كلها اللي حيطبق كل عمل تقوم به من أجل أن تسد هذا النقص، لأن أنت عين الفقر وعين النقص. أما الخالق الكامل الفاعل الكامل، الله ما محتاج لشيء، ما عنده نقص الله عز وجل، مثل ما أشرنا هو عين الكمال مجمع الكمالات. هل خلق الوجود ليسد نقصان؟ هو كامل الله عز وجل.
عند كل شيء قبل أن يخلق كل شيء، ما محتاج إليك، خلقك لو ما خلقك لا راح تزيد مملكته ولا راح تنقص مملكته، هو كامل كمال تبارك وتعالى. زين ليش خلق الأكوان؟ ليش خلق البشر؟ خلقهم لإظهار كماله وإظهار جبروته. لما يمر عليك الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت، التفت إلى الكلمة أحببت، إذا دقيقة الكلمة، أنا ما محتاج لشيء، أحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف. أنا خالق هالخلق لأني مجمع الكمال وأريد منهم أن يتبعوا خط الكمال، لأنك ستعود في يوم من الأيام إلى مجمع الكمالات وهو الله تبارك وتعالى. فخلق الخلق من أجل هذا الغرض أيها الأحبة كما يقول الفلاسفة.